الأوضاع في جنوب قطاع غزة لا زالت على حالها، عمليات قصف متقطعة للمدفعية الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية للمناطق الجنوبية تحديدا في شرق رفح، بالإضافة إلى منطقة الفخاري وبلدة عبسان وخزاعة وحي المنارة وأيضا بلدة بني سهيلة، وبالإضافة إلى منطقة القرارة. كانت هناك طوال ساعات الليل عمليات قصف مدفعي يعني على هذه المناطق بصورة متقطعة، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات التي استهدفت عدة أماكن من بينها منازل. هذا قصف من بين المنازل منزل عائلة الرقب في بلدة بني سهيلة، هدى هذا القصف إلى إصابة عدد من المواطنين دون أن يسجل وقوع شهداء من بين هؤلاء المواطنين، خاصة وأن المنزل المستهدف أو الذي تم استهدافه هو قصف في وقت سابق أيضا، وبالتالي كان مخلى من المواطنين ولم يكن به أحد. الإصابات كانت من جيران المنزل المستهدف في رفح. كانت هناك غارة إسرائيلية على غرب على منطقة رفح، القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 مواطنين عندما غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة الزهار، عدد من الشهداء معظمهم من الأطفال. وهذه الغارة أيضا جاءت بعد استشهاد 9 مواطنين من عائلة إحجازي عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة إحجازي في غرب رفح.